بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته الكرام البررة أجمعين، ثم ما بعد، فيغور الله في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولا ليال، أولا إلهي سبحانه وتعالى وسوك يكيني إلهي قرقريه سكمدة ويودي سكمدة الله سيانه ما دعلينينا. ثانيا ضدك المؤمنين تا صلاة يوصو حاضري عباداتك، وحلي إلهي سبحانه وتعالى عباداتك إن هيدك أقبله أنا قدرنا أن نقوض أقبله المساجدك. وحشي النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. مساجدك قف كستو إلهي كعب صلاة قرقي سويه. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها على الله أسواقها. إلهي مقالوينك وحبوك عليها لنك مساجدة وحان الله بغض بضي هيبا لرسوغيالك وميش الشيطان كودتك كوكذية. أدول ليال إن شاء الله تعالى ما أنتي كلمة دينا وكهر رئيسة خطبضة بيبتا أفك عربي كباحي دونتا وحن كو قادنا إن شاء الله تعالى كلمات كساب سن وكهد الله هي فتنة آخر الزمن. ما دام أنو تشوغنو وقت آخر الزمن ورب بضن ووح بضن وان دين هين دين لغد لغي ودين هان لو استعمالي ووح بضن ودين تي إسلام ككمي ده وآدو بضن لغد لغي وفراح لغا قاضي وآد مدد ضدكو حقي يباد الكين سي عكسي الله استعمالها يوم وحقي حقهان انت اللي قد تغي انو باد لي هاي اللي اسكاقاق اللي قد تغي باد الكين حقهان الله استعمالها يوم ايان ان شاء الله تعالى قيب احاديث النبي عليه الصلاة والسلام كمدة يا انت الهي ونكرسيو اسكاقبرا رجين دورنا فتن كآخر الزمن كدعايا آخر الزمن كان النبي عليه الصلاة والسلام وأحب ذنبه كهذا لي وحان شوقنا يؤكتها يحل النبي يريه وحال قارد دونا مرء ننك لقبرك صومرة مركو ننك لقبرك صومرة وتمنيو يراد ليتني أكون صاحب هذا القبر ننك قبرك أن شوقا إنا كتيرو ودنتي إنا هذا ما أنت يفعنا الله sababta uu saas u leeyahay ma aha baa leeri cabsi diineed oo ku jirta laakiin waxa weeye dhibaatooyinka qofka haysa oo la soo dareystay iyo mashaakilaadka diineed ee ku hareereysan iyo midka adduunye ee haysta ayaa waxa ka keenaysa inuu yiraahdo ninka halkaan lagu aasay inuu aniga yahay oo mar hore iska dhinta laga qaatay oo ficlan xilliga aan joogno taas iyo ka badanba walla arkay waana soo martaa dadka waxaan joognaa waqti fitnadu ay iska tahay banaayaal waxaan joognaa waqti macaasida qofku inuu la jahro uu ku faanahayo inuu dambi sameeyo oo ilaahay uu ka fagaado banaanka uu la iimaanahayo walidaas sidaas awgeed ilaahay baa hore uga sii xarramay oo wuxuu yiri واتقوا فتنة تنضد واحد كدور ستين فتنة فتنة سؤال كوي كان دونين ضد كظلم السماية لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص مد أو ضد كظلم السماية إلهي كيف هذه كلية فتنة أصيبها هي معنا وهذا يأتي إن إلهي إن عقاب كيس ودريه مركل إلهي وحير ألف لام أحسب الناس أن يتركوا ضدكم وحي أم لينا يعني اللي إسكدايو أن يقولوا آمنا إلهي بأن رميني بس إن وقتك وهم لا يفتنون
أيوة أن لا فتنين امتحان هذا يمرك مشاكلاتك إيو فتنوينك وحيك الصعان قفك إيمانك لا يقفك عن إيمانك لهين قفك الدين تكو أدق يقفك عن دين تكو أدقين قفك الدين تإسلامك أي معنى أولى هذه متك أيسن معناها أولى هين أيك الصعان نبي إن عليه الصلاة والسلام وحديث تربى ضنك عبرها إياه وفتنك ومركو دعوين وصنقفك أكان كهد لهياء يا وحوير إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم إلهي هدوك ولا عذاب كسو دتيو فتنة يدن بأي سميين درادين عذاب كاسوه كرع هياء وكلها بسنة هياء دتك اللجوغة أصاب العذاب من كان فيهم دتك مركا اللجوغة أي عذاب كاسو كلها بسنة هيا يقول رعا هيا مركي هده وآخر الله تقو ثم بعثوا على أعمالهم قفوا البوحي وكل انتال لسه صار هيا واتي حديثكي كلا إمام بخاري وصحيح السكوري ونبقى نكعبر عليه الصلاة والسلام وكيري وحيدات كل مديهين وحد المديهين داد ودون راعي وقيمنا ايدوينتي وكورك الراعي قيمنا هوسك الراعي ومركز قيبت كورك الراعي هذا إسكاد عفان غلاظة هوسي وغلاظة هوسي إيراهدان هوسبان بيكا صدر سنين هلكو جميعاً دمان تدويس لها لك سنة هيا هذا غلاظة نقعناها كقبطو إيراهدان وروحان هنو السمينين نجو ونجو لبدا غلاظة إلهي مبدبادين هيا ولذا سيدا سأوغيد هدي مع سيدي يدبات تدي آت كل حجرتيد وحب عقولة إني وحكاسو غيران عادنا الله منها إذا نزلت البلايا تعم الصالح والطالح بلايا يمكن مركا أي سود دقاء قفك في عنا ويكود عن قفك حنا ويكود عن حلقة مركا آخر زمان كاو هذا أنو تيوغنو وفتنكو إسكب النايال كي هاي امتحان ذو إسكب جوغان وحا دعيس الزمن كايا بركة لغا قاد هيا قفك وحفي عن مصمين هاي سند كي غورو دما دمي يغانو بشون غورو دما تمي يغانو أسبوعي وقت اللي قاري جمعاتي اللي مكة اللي يقانه واسيدة حد النهاية ستا مركز سوير نبو عليه الصلاة والسلام يتغارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا أيما هو يا رسول الله قال القتل القتل حين لقى آخر الزمن كمركي اللي قاره زمن كأيا اسكود الدوان هيا إصلاح حديث كلو نبو كفصر عليه الصلاة والسلام وحويري وحدعها هي زمن كنت يسكت دواده وسنت كي بل أو كلا نغنا هي وبشي واحد نغنا يسا أسبوع أو كلا وأسبوع يروح نغنا هي مالين أو كلا ومالين تي واحد نغنا يسا ساعة أو كلا ساعة دينا واحد نغنا يسا حابو أنت دب أنت الله غش ده يكوه العدا أو كلا عاوز ير دب كأدو قبسنو بيهاي أنت عاوز كلا نغنا يسا بين النبي عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان مرك زمن كوا يسكت دوان هي ما هن إلا يرين هي barakadii ba laga qaadahaya marka saaqafku waqti uu joogo iyo waqti uu soo maray uu isagala garanayn wayulqa shuhu dadka qalbigoodana ilaahi wuxuu gelinayaa masuugnimo xoolahi ay qalbiga uga dhagayaan xaq kuma bixin karaan naftooda xataa qarkood uma isticmaali karaan waxa u diidahaya qalbigan shuxiga iyo bukhliga ugu jira ugu buuxa u diiday amal kuna waa nusqama hayaayo wayan qusul amal meesha dadkii hore ee aanu khayrka ahaa ee qaarkood laga sheegay ee maalin kasta inay quraanka dhowr go'd qaarkood dhameyn jireen ee qaarkood daabigood uu ahaa khatma quraana inay akhriyaan maalin kasta iyagoo kutubti alif haya sida imaam shaafici oo kale radiyallahu ta'ala anhu ee way sidaas dhaqankoodu ahaa maanta qofku asagoo wuxuu haya la arag buu wuxuu arkayaa waqtigii uu dhamaaday asagoo wuxuu sameystay la arag wayan qusul amal وتظهر الفتن في النبي عليه الصلاة والسلام فتنوين كنا وظاهرا يعني بنان كأي إيمان أي فتنوين وادركتين هذا وحاب فتنوين كلو سمي يي تلفون مضى عن بحال هذا الجوال كل يراهدو تلفون كان لو سمي يي مركز هل كفتنة دون كقد عضا مش وفق هل مر بي وحي كلا جاري كدا دون كأردن فتنة ذا وبهل كان يهاي إن شاء الله هو محكده دونه
ayaa waxa kamida qofka hal kelimo oo beenaha adduunka oo dhan hal mar la kala gaarsiin karaa. Qabaa'il baa la isku baabi'in karaa, macaasidii baa lagu dhex samaynahayaa iyadoo nooc walba leh. وتظهر الفتن بيقول مركا نبغو عليه الصلاة والسلام هرأي بأن لكو شيئا فتنوين كأيا بنان كإيمان هيا مركا سأقفل بمعاسدي فتنة دي لجهر هيا وحا بضان هيا بيقول نبغو عليه الصلاة والسلام ويكثر الهرج فتن كو مركا يمادان وحا أدي آدو بضان هيا دقال كا بضان هيا هرج كاس نبغو حقوف السري دل كا يدقال كا يددكو إنا إسدل الدونان قتل يومد إسباب إنا يسوي القتل القتل النبي كفر سر الصحابة ومر كي أرجع سنة إجرام وياه محيي للنبي إن عليه الصلاة والسلام وهو أقع قوم بطن أصحاب تي النبي وكل شيء عرب أهاين وأيك قاركيس قاركود أصيغ كده ويناين وكلام كعربين وجوه الرويين أيو هذا الكعربين النبي عليه الصلاة والسلام أقع قوم بطن أقنا في الصحابة بطن أنا أفسح من نطق بالذات وحنا هيبو يرقف كهاد لا معنا ضاد كهاد لقف كوفة صاحب بدن ما لين بان سحاب قل أورنجري كعب بن زهير أيوة كهاد لهي إن قصيدو بان تصعد اللي يراه ذو وقيب إن بدنه النبي جنوا كوا أمانه أيوة حياة بدنه وكلنا وكو حصي أيوة كشي كين هي هل مركز وح يرفي حرة تيها عتقم لبده إذا حرة وح قصو جنب يروناك نبغو الصحابة اللي توبتي بيسألوا وحيروا وما حرتها وكير في حرتها عتقن وناك باكسوا إن لبدا إذا حرتين حرتين كود محيه نبم يلبو كل فتن نبغا أفسر عليه الصلاة والسلام وذن هابير لبدا دقوت أيوك وضابي في حرتها عتقن وحولتي دابير لبدا إذا دقوت هشا أيوك دابير لبدا إذا دقوت هشا سوحا كسوا جنبير وناك مركن نبغو اللقاد عربان وأيكو ولا نشين ضدكم أي النبي عليه الصلاة والسلام أقع قوم بدنا يوقف صاحبنا مركا وذكتهينه وحيا واحد بدنا النبي في صاحدي ستصنع هي عليه الصلاة والسلام آدي آد بيو بدنايان مركا هرد كي بي صحابه ذو قرن وهي مركا سوساء وجواب النبي عليه الصلاة والسلام في تنوين كاس وحي كمديهين بلا يوم كأدون كمركي لجوغو وقف كمؤمن كاهي الله كل ما هي آخرها دين لا تقوى قف بعمل كيساب وسيئة لكن أدون كوحي مركي اللي تشوغ في تنكي دعاه ضدكو نوي كلا جارها يعني مركي النبي عليه الصلاة والسلام وحيري بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وحيره واحد سميسين أعماش صالحة كد دالة فستكون فتن كقطع الليل المظلم وحا إيمان دوت فتنوين ولمده همين كقيبه سمجدق ولمده وحي همين كولمتها حق مجدق وحي كولمتها قفك قلبك يكمد بين يسو وحي كولمتها معناها وح وقفك همين كغبنك ربضان ما يجرته وحاصر رمبا يكولمتها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ننكو أصغو مؤمنها وبريها مركاسو أصغو قالا قلبا يسانها فتنكو آخر زمنكو مركي دعان ووحو الله إيمانا هيا وح دينتي إسلام كبا كبحسن دينتي وعايا هيا مسلمين تي وعايا هيا مسلمين تكوالي هدى واكوة دوبان إسلام كنوا قالوا أنك ما هنه اتكلوا إسلام الله ما أركو وكوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا صوته النبي عليه الصلاة والسلام حديث كله أي وحو كويرا هدي قفك وقف مؤمن وكو قنوه قال لما هدو قفك وقفك لو كتر أو مؤمن ويرا هذا قال وي فقد باء بأحدهما كلمة داس قال لما ذا قفك وكو قنوه ملع الله آدم يسو لبدو دو ميتك ميدا يا قطان يا هدي ميتك أو لغو قنوه لي رقال مسلم ماهن ومسلم وسنهين أساق يكون عيسى هذا إسلام يهانا مدكي هذا الكيري ويكون عيسى مركا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا واحد بضم بدين تلوغا ما رغانا سببتها هذا واحد اسكتر استحلال دماء المسلمين بف بادتك إسلام كليجي سوائي بنا نورانا قاربا اللينا هيا قاربا الدلا هيا قاربا اسكو قرحينا هيا ولذا واحد صدن وحي كينا هيا مركا دين تي إسلام كغفكو بنا كو بحايا سببتها الاستحلال بالمعصية كفر إن معصية الله لبنا يستوء غفكو إلى دم بباي بنان قال لما أيه كنيسة سيدا سوء قد بيرو نبقى عليه الصلاة والسلام غفك أسوء مؤمنة
أيها واجب بري هيا أسوغو قالنا قلبي سنهيا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا أسوغو معنى ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا مرنا أسوغو وحو قفكو بركاس واجب بري هيا ومحوها قلبي سنهيا إسلاما صباح دي بوحو لسو توسهيا قال نمو إيا بلايا لسو توسهيا وحيا بها صوتن فتن كآخر الزمن كأيا إسكالة ونبي عليه الصلاة والسلام حديثتي سوضا صحيحة إنبضاً وكعبراً ومدة هذا أن نتوقنا وقفكم وحدي لها يوحو وحدي لنا وسنقراني حديث كانوا مركا نبي كير عليه الصلاة والسلام لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وحو يري الدنيا مرة ما نيسو وزمن كمت دبر قوها يوم إلا أودتك كسو قارها الزمان لا يدري القاتل فيما قتل متك واحد لي مية قال نوح واحد لي ولا المقتول فيما قتل متك اللي دلنا السبب له دلي وقرن كلام مشر تهدي له ويدي هدوت والمحل وجود له هدي له يراه ذو ما وقرن هيا واحد واحد محله سود لي نين كان دتك دلي أو قف كان نين كولا لك يس دلينا هدي ما أنت اللي ويدي الله ده هو المحل ولا لك أودي شيء وح وكود لي مية قالنا مركز يري نبي عليه الصلاة والسلام وحاوي يبي يري مركي هرت كبطه القاتل والمقتول هما في النار القاتل والمقتول هما في النار لبدو مركز هذا اللي بقف في الدجال إسكجهر تمد هايين والله بدو والله مسلم هايين لبدو بدو النار تيسلق لها يا أبو يري نبي عليه الصلاة والسلام في التنكاس مركز ولا ليا الآخر الزمن كان عدانا لما أنتوا أنتي بنا ولا نحكيوا قال صوبتها ما أنتي وحان دعضي وح الله على وح إلا لحشون شري بنان كأي إسكيا لين وحياله عيبتها هاي ولا جبق شري ضدك قيبتي حشون جبت حشوتك ويسكدة يسي الحياز الحياء من كل شخص حسن ولكنه من النساء أحسن بير معناها وح اللي حشوتك قف والباء وكو ركسيه لكن دمر كأي كسي وراك بدني هيبالي هذا ما أنت يدمر كي غيبك مذا وحي مرة يعني حشود ضر هذا ماش قدام بيسا والنبي عليه الصلاة والسلام حشود كويري لا الحياء لا يأتي إلا بخير حشود كوحن خير هين لما يجي ماذا الحياء كله خير حشود كده ما أنت سوى بخير ويري أيه اللي جت جوي ضد كي ووينا وضد ويا الله كتيران أيه ضد كي سكوك عينها يمالها أنت يسوع قالان تلفون ماذا إيو خذت كضد كي كوا ذهلان waxaa dhacaysa macnaha qof haduu meel joogo umada inta kala cadaw ayay u noqonaysaa mid haduu meel madax ka noqdo waxa soo dhanabigeena waa nooc adeey calayhi salaatu wa salaam inay wada iimaan doonaan ayaa nabigeenu noo sheegay calayhi salaatu wa salaam fitnooyinkaas marka dadku qaybo meel bay uga jirtaa qaybo meeshay uga jirtaana dadku waa kala rooyay wa hadisuu nabigu ku yiri calayhi salaatu wa salaam satakunu fitanu alqaimu fiha khayrun min alqa'id alqa'idu fiha khayrun min alqa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف إليها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذه بير نبي عليه الصلاة والسلام وحا إيمان دون تبير فتنوين هلاك وقفك إيمان يوح والبرد ما ينسى يا إيمان دون تب فتنوين كاس القاعد فيها خير من القائم وحكفي عيه إنك إسكفر ليه فتنة سأنو استاقن وأن يبتدي إذا كغيب قاضن وأن هرمود كن قنن نك فديا كن دحتاجن بكرين سببته أن نك دحتاجن إنه آذاء يسكت دياري في تندي بلو جدي بتشوجا والقائم فيها خير من الماشي نك مرة دحتاجن نوح كرين نك في تندا كده حصعدا بكرين نك كده حصعدا نوح كرين نك كده أرده هي أو في تندي كركرين هي كاس يكرين يرو نبي عليه الصلاة والسلام markaas uu nabi kaleeyhi salaatu wa salaam markuu intaas oo dhan uu soo sheegay ayuu wuxuu yiri qofkii helaya meel uu fitnadaas ka magan galo ha ka magan galo uu yiri nabi kaleeyhi salaatu wa salaam qofkii fitnooyinka noocaas markay yimaadaan heli kara meel iyo macaad iyo meel uu ka magan galo qofkaas ha ka magan galo sababtoo ah man tasharrafa ilayha tastashrifu qofkii fitnadaas soo eega oo yiraahdo bal Allah ilaa fitnadaas soo fiirisi ayaduna waa ilagdeysa fitnadu way ku dhacaysaa xilligan marka walaalayaal aakhiru zamanka joogno oo fitnadu banaanka iska taalo markay fitankan oo kala ay dhacaan waxyaabaha la weynahayo oo khatarta galahaya waxa kamid ah amaanada ayaa kamid ah
مركز قفك وحي لو آمني وحوله إسلامية أها وحو استعمالها يسيري حول أوليها يوكالي مركز النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي وصو ساري وجامع صحيح سوكو قري سيدنا علي بن أبي طالب إن اللي قوري أي وحو كوير نبي عليه الصلاة والسلام إذا فعلت أمتي 15 غسلة حل بها البلاء ومضي إذا حديثاً يطبن شيء أي سميسه بلايا إيا كسو الدقي سبيل النبي عليه الصلاة والسلام مركب بلايا ذا سوحه النبي وكتل مام عليه الصلاة والسلام إذا كان المغنم دولاً قنيمة ذي مركب النقطة ما يتداول بأيدي الناس ضدك وحي إسكك لوريك سدان وإسكها إستان وغنيمة ضدك وحي كدح يسعال الأوران ضد خاصي انطلق قار نغضان سيدي حول إليه يستعمالان وهذا مثلا غنيمة هدان لأرقو حكمي ضدك حولها كدحية سيدة بنقيالك ومعنها دولدها كتشرة وكلي دولدها انتدو ضايقو إليهين وحاس وكلي سيدي غنيمة دي مرك الله استعماله والأمانة مغنما بير أمانة دون مرك النقطة غنيمة قفك وهلاي وكلي غنيمة قفك وهلاي وكلي وحوية قفك ضدك أيو كقاضة هي حوله xoolaha wuxuu ugu qaadayaa inuu qofkan uga faa'iideeyo maahan waa inuu ka dhaco ka haystay markaas uu xoolahi dadku iska arusan iska qaadanayaan wixii lagu amaaneystay sidii xoolo u leeyo kala isticmaalaya midaas hadda maanta waa la dhex taagay oo hadda waxaaba dadka dhixisa ku faaftay in hadii uu qofku shay uu lahaa gacantisa ka baxdo waxay u badan tahay inuu dib dambe ugu soo laaban magaaladan hadda aan joogno macruuf waxyaalaha ka ahbay kamid noqotaa li haddii qofku waxii uu lahaa qof kale xaqiisa ay ka maraan waxay u badan tahay dib dambe inuu soo arkin marka waa midaas nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wal amaanatu maghnaman amaanaduna markaas ay qaniimo noqoto ay iska noqoto wax uu qofku qaniimo ahaan u isticmaalo oo midalan waxa la oran doonaa sida xadiis kale ku sugnayd abiil ka reer hebel la yiraahdo nin aamin ayaa ku sugan hal nin oo amaana gala ayaa ku sugan ayaa la oran doonaa marka ugu dambeysa dadku saasi gaarayaan waz zakatu maghnaman zakaduna markii ay noqoto qaan uu qofku iska haysto oo iska haysto markii ay noqoto ashyaada dadku haday sameeyaan khatarta lagu galahay ayay ka mid tahay wa zakatu maghraman wa markii zakadu ay noqoto maarata deyn qofka lagu leeyahay zakada waa iska bixin doona sanadkan ma bixinayo sanadkan xogaa waxba igu taagan sanadka kale waxba saaniga qaraamo markaa waxay noqonaysaa wax lagu leeyahay noqonaysa wa adaa'a ar-rajulu zawjatahu warkaas waxa la warkii ay arimaha dadku sameyn doonaan waxa kamida ninku inuu ma aragtaa uu zawjadiisi uu adeeco oo xaaskiisi uu adeeco wa aqa ummuhu wa barra sidiqahu wa jaffa aba markaasuu marka dambe xaaskiisi wax walba ku adeecayaan markaasuu hooyada ku caasi garoobayaan hatta qaar kood waxa dhacda waxay hooyadood siin lahaayeen gabadha uu qabo inuu kala tashado oo yiraahdo maanta wax hebel hooyo ma siinaa mase waa ka deysanaaba oo markaas haddaysa gabar wanaagsan ahayn ay tiraahdo war hanaga sii naga daa annaga kama maarana reerkayaga u baahanay naga daa dadkaas annaga siinayaa dhici karta marka waxa umuhu weeye macnaha waxa weeye zawjadiisi ayuu waxa u nahay uu adeecaya waxana laga wadaa adeecidu inuu wax kasta uu ku adeeca weeye laakiin gabadha inuu ninku gabadha xaaskiisa baar u noqdo ma aha wax la diidahaya umuraha guriga iyo gabadhu waxay ka sameeyneysaa iyo dhaqamada qaar in looga dambeeyo ma aha wax la diidahaya laakiin waxa la diidahaya wax kasto dhan inuu inta u qoor dhiibto u yiraahdo wax walba aadan ugu hoggaaminaysaa ilaa marka dambe la yiraahdo hooyo waxaan siin lahayn heblaayo weyna adigu soo qondaysaa marka halkaas uu nabigu ku cadeeyay calayhi salaatu wasalaam hoggaankana sidooda oo dumarku kuma fiicnaa waxyaabo lagu talagalay oo inay qabtaan baa jira laakiin sida kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam aya waxa loo sheegay nimankii reer Faaris boqorkii Kisra loo oran jiray waa dhinta marka gabadhiisii bay caleema saarteen oo madax ka dhigteen baa leeyahay markaas uu nabigu calayhi salaatu wasalaam la yuflaha qawmun wallahu amrahum imra'a waligood ma liibaanan biiro qoom oo dumar haween ka dhigtay biiro madax ka dhigtay waligood Allahood ma liibaanayaan biiro nabigu calayhi salaatu wasalaam marka laga hadli mahay inaysa dumarku waxa kuwa mufsidiina ba ahadiistaas iyo kuwa lamida intay maqleen ayay waxay yiraahdeen dumarka ayaa meel looga dhacaya waa beenalayaal diinta islaamku sida ay u ixtiraamtay dumarka oo u ciseysay diin u ciseysay lama arko
sharafta uu yeertay markii islaamku soo degay gabdhaha iyakoo nool baa la aasi jiray nolol duug waa diba jiray wa idal mawudatu su'ilat waa ka ilaahay suuratu takwiir ku yiri waxa la is su'aali doonaa oo la is weydiin doonaa gabadhii markaas la nolol duugay maxaa sidaa loogu aasay oo maxaa loo aasay iyadoo nool maxaad u aasteen ayaa la is weydiin doonaa biir nabigu calayhi salaatu wasalaam buu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa kariimka ku yiri nabiguna axaadiistiisa nagu caddeeyay calayhi salaatu wasalaam idan gabdhaha diinta islaamku way qiimeysay laakiin marka la leeyahay qoom ay dumar madax u noqdeen wanaag iyo liibaan ma helayaan waxaa loo jeedaa hoggaanku waa dhibaato waa culays fiicnaan ma ahan sharafna ma ahan wanaagna ma ahan saxaabadii nebiga nin ka mid ah ayaa sayid cumar wuxuu ugu yeeray inuu meel madax ka noqdo ilaahay baan kugu dhaarshayay sayid cumarow diintayda ha iga fitnayn buu yidhi sayid cumarow ilaahay baan kugu dhaariyay diintayda ha iga fitnayn buu yidhi madaxtinimada waxay u arkahayeen in diinta islaamka ay ugu fitnoobayso nin oo dadkan hadda macnaha ee ku dhex jira maamulada hadda jira ayaan maalin la sheekaysanahay markaas wuxuu yidhi meeshaas aan joogno ama maamulada iyo nidaamyada carada ka jira haddii la dhex gala buu yidhi suurtagal maahan buu yidhi carabkaaga wax alaala inay galaan buu yidhi waxaad dhacdid waxaan ahayna arki maysid buu qofku waxa uu helahayaa oo keliya waa waxu dadka khiyaano oo ka dhaco maxaa yeele wuxuu yidhi meelaha qaar in badan oo kamida mushaar dowladeed dadku kama qaato markuuse mushaar qaadan qofkii wuxuu ku qasban yahay wixii loo soo diray masaakiinta la siinhayay oo hay-aduhu ay siinhayeen ayuu midkii towlo madaxkaa iyadayba qaybsanhayaa kaarar baa la kala qaataa kaararkaasaa la dhachayaa dadkii masaakiinta xoolahoodii baa la qaadanayaa maamulka iyo magaca ayaa wax badan lagu dhacahayaa ee lagu qaadanhayaa waxay ka mid tahay fitanka aakhiruzamanka marka macnaha qofkii dhowrsanaa isagu ninkaas nin dhowrsanahaya buu ahaa oo waxaas ilaahay uu ka ilaaliyey inta uu ii sheegay iska ilaaliyey laakiin wuxuu yidhi qofku hadduuba meeshaas cagta soo saaro xoolihii isagu xoolo uu leeyahay ka shaqaysan karana aan la arag hadduu xataa shaqaysan lahaana balaaya dilayso banaanka u taagan tahay carabkiisaba wax alaala inay soo maraan way adag tahay bi ilaa wuxuu dhaca maana ilaa cid wax siinaysa qofka lama arkay marka heerka hadda la marahaya ayay ka mid tahay nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaaray nin intuu yidhi sadaqa soo aruuri ayuu wuxuu yidhi saxaabigii soo aruuri la yidhi wuxuu yidhi qaybtaan muslimiintaan u keenay buu yidhi qaybtaanna anaa la isiiyey buu yidhi markuu saas yidhi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam masaajidka ka istaagay inta dadka iskugu yeero weliba aad nabigu u carooday axadkiin wuxuu leeyahay buu yidhi intaanna idinkaan idiin keenay intaanna anaa iska leh afalaa yaqcudu fii beytii gurigiisa muxuu iskaga fadhiisan waayey buu yidhi bal in xoolo loo keeno oo bal inta dad xoolo ku soo raadiyaan ay yidhaahdaan xoolahan oo muxuu gurigiisa iskaga joogi waayey buu yidhi xoolahan qofka waxaa lagu keenay inuu muslimiintii uu mansib u hayo oo darajo u hayo sidaas ayuu ku helay hal shay marka qofka ugama bannaana masalan hadduu ninku dowlad ku jiro oo wafdi intuu hogaamiyo uu waddan tago oo waddankaa markii uu tago waddanku ay lacag magaca ku siiyaan asaga uu leeyahay la yidhaahdaa iska leh uma ay bannaana wax u bannaan maaha sababtoo ah magacii waxaa lagu soo siiyey dowladnimada ninkii gurigiisa jooga ragga yagaan meesha safda ama dowlad lacag siinaysa waa maya ma ay siinayso magaca marka dadka wixii lagu soo qaada dadku iyagaa iska leh qof gaar ugu takrifali karta lama arko waxyaalaha marka faafahaya ayay ka mid tahay ammaanadii iyo hantidii dowladda iyo wixii muslimiinta ka dhexeeyey in loo isticmaalo sidii qofku xoolo isagu uu leeyahay oo kale wuxuu nebigu ku daray xadiiskaas calayhi salaatu wasalaam waxaa jirta buu yidhi qofku inuu saaxiibkiis baarr u noqonahayo aabbihiisna goynahayo wajafa abaahu wa barra sidiiqa saaxiibkiisiibuu wuxuu la noqonaya u baarr noqonaya oo qof ay saaxiib yihiin oo aysan qaraabo ahayn oo aan aabbo u ahayn oo aan walaal hadduu rabo u ahayn ayay aad saaxiib u yihiin laakiin maanta waxaa macquula hadduu yidhaahda aabbe war waxaas isii hebelow inay ku adag tahay baa suurtagala laakiin hebel oo saaxiibkiisa wax alla wuxuu uga soo baahdo ay bannaanka ka yaalliin iyaduna middaas mushaahad baa loo arkay waa la jooga waa taagannahay iyadana iyaduna middaas waa la arkay oo in badan baaba la arkaba wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana zaciimu lqowmi ardalahum markaas ay ummaddaa 15 kashay oo balaayadu ay ku degayso dadku hadday sameeyaan waxaa ka mida buu yidhi wa kaana zaciimu lqowmi ardalahum waa marka dadka ninka madaxda ahi uu u noqdo madaxda u ah uu noqdo qoomka kan ugu liita ardalka ah ugu liito ugu diinta yaro diin ilaahay aan ilaalinayno wax walbo na laynahaya markaasaa waxa weeye haddana waxaa la joogaa xilli dadkii maaragtaa hogaamiyaalka bulshada u ahaa inay qaybo badan oo ka midihii ay xaalado iyo waxyaabo aan cid samayn karta la arag ayagii ay samaynhayaan wixii laga faani jiray oo laaluushka ahaa oo bakti ahaa oo waxaasoo dhan ahaa
ayaa dadkayagii qayb badan oo kamid ah isticmaalayaan oo waliba dadku ka faani jiray aad looga isticmaalo looga faani jiray wakaana zaciimul qawmi ardalahum bay tusanaysa waa markii dadka ninka madaxda u ah uu noqdo dadka dhan ugu liito uu noqdo wuxuu yiri nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam markii uu xadiiskaas uu nabigeena sayid cali uu ka wariyay uu sii waday wuxuu yiri wa ukrima rajulu makhafata sharri fitanka aakhiru zamanka waxa kamida qofka in loo ixtiraamo shartiisa oo laga baqayo warbalaaya qabahan xoogaa iska siiyo suu iga tago wararadi dhaaf waxaan qaadeen wa ukrima rajulu makhafata sharri anaga soomaali hadaan ay taas tijaabo nagu ma dhimanaba waqti dheer baan ku soo dhex jirnaa baan malaynayaa macnaa qofkan si uu isku dilin ama uu isku dhicin ama uu isku khiyaanin in aan lacag la iska siiyo ama xoolo la siiyo ama qofka xataa guriisa wato wa ukrima rajulu makhafata sharri wey ninka in loo karaameeyo oo loo ixtiraamo shartiisa oo laga cabsanaayo daraadeed waa masiibo hadii waxa wax lagu siinayaa ay tahay in laga cabsanaayo xataa hadii xishood lagu siiyo kuma ay banaanaanayso wixii xishood wajhul xaya lagu siiyo in laga xishoonayo xoogaa lagu siiyo ka daraadeed bal in laga baqayo in lagu siiyo inta uu kaas wuxuu yiri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas oo qaybihiisu ay badan yihiin isagoo sii wada ayuu wuxuu yiri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xilligaas oo aakhiru zamanka ah waxaa dhici doona washurubatil khumur khamrooyinka in la iska cabo oo waxa laala wixii maandooriye ahaa laga dhigto cabitaan caadiyo la cabo waad aragteen haddeer ilmihii xataa faraha way ka baxeen daraagis bay barteen baa la leeyahay balaayay cabeen baa la leeyahay jidadkii wadamada dabadda ah oo kale eed waad aragteen oo dee akhyaartii joogi jirtay baan alla wada fadhiyaane maalin kasta xabsiyaalka ayay ka buuxaan markaasaa lagu laynahayaa wartafacat alaswaatu fi lmasaajid buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a masaajidda aswaadu inay sare marto oo dadka fii zamaanin kahiirin khudabaa'uhu qaliilin culamaa'uhu baa liyi aakhiru zamanka waxaa la gaarahayaa xilli culimmadiisu yar tahay laakiin dadka khudbeeya oo wax akhriya oo wax sheega ay badan yihiin laakiin aan diinta islaamka fahan wanaagsan aan ka haysan way badan yihiin hadda xilliga la joogo macnaha wartafacat alaswaatu fi lmasaajid masaajiddii ayaa maaragtaa sawdkii kor loo wada qaadayaa markaasaa wax aan maaragtaa fiicnayn ayaa lagu sheegayaa waad aragteen masaajid baa dadka dhexdiisa looga iftoonayaa dad muslimiin oo kale in maaragtaa hadil rabo la laayo ay suurtagal tahay masaajid inay ka soo dhex baxdo ama wax ka daran oo kale marka culimmadii baa yaraanaysa dadka wax sheegahayaana way badanayaan soomaalida iyada imtixaan kalaaba u dheere khaas ahaan kuwaas qurbayaalka jiraba ugu darnaadeene waxa weeye masaajiddii markii ay masaajiddii ay meela masaajid ka samaysteen ee masaajidda inta badan afrika markii la joogo dadka xoolo kama soo galaan laakiin inta badan kuwa dabadaha xoogaa waa dhadhamay leeyihiin baa leeyihin kuwii xoogaa dhadhamada lahaa marka waa la isku qabsada marka waxay la ii sheegay masaajid bay qolo isku qabsatay qoladii markay isku qabsadeen si kasta inta la yeelay waa la kala saari waayay gabar qaadiya bay u wada tageen gabadha qaadiga ah oo la rabo masaajidka inay ku kala saartaa iyadoo islaam maahan masaajidna shaqo kuma leh bal foolxumadaasi inta ay la-eg tahay fiiri masaajid oo gaal xaakim ahaan lagu tegahayo oo laleeyahay kaala nagu kala bixi masaajidkaanaan isku qabsanay markii ay tageen oo meeshii ay soomaalidii meesha joogtay ay tageen dabadahaas joogeen ay meeshii ugu tageen ayay waxay tidhi horta aydin weydiiyey maxaa tihin bay tiri waxay tidhi waxay yidhaha islaam waxaa ku doodaysin maxay tahay ma kaniisad baa soo masaajid maaha haa aniguna maxaan ahay qof gaalahan qof gaalaha tahay baa layidhi maxaa igu keenteen dacwadiinay tiri marka maadaama anugu aana islaam aana shaqo ku lahayn maxaa igu keenteen saasay marka ku kala xaliyeen qolo kaleo waxaa laii sheegahay iyagana intii isku qabsadeen masaajid ayaa waxaa loo sameeyey qoladii dowladda ahaydoo meesha joogta waxay samaysay masaajidka waxay yidhahan ha laga xiro markay ku tukanahayaan iyadoo askartu waardiyeynaysa ha loo furo markay kusoo tukadaan haddana ha laga qafulo macnaa soomaalideenni heerkaas baa hadda maanta masaajiddii xaggeedii laga marayaa wartafacat alaswaatu fi lmasaajid buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa keenahaya markii qofku masaajidkan uusan masaajid ilaahay uusan ilaahay dartiis shaqadiisu ay ahayn baa waxaa dhacaysa wax kasta oo xumaan ah qofku inuu ku kaco sababtoo ah waxa uu raadinhayaa ayaa adduunyaa ee aakhiro hadday tahay aakhiro iyada la yskuma haysto waa iska cidla weliba cid soo aadaysa lamaa laakiin meeshii qofku markuu isyiraa masaajidka weliba sida khayrka looga helaa waa markuu qofku masaajidka ilaahay dartii u yimaado oo rabbi dartii u tujiyo oo rabbi dartii u aadaano oo rabbi dartii wax uga akhriyo weliba haddii la awoodo wax masaajid uu leeyahay iska ilaaliya qofku sidiisaba bannaanka uu ka maro sababtoo masaajidkan wixii qofku inuu xuquuqdiisa muto
ayaa inay adkaato suurtagal tahay oo say ku banaanaataa adkaanays in xuquuqda masaajidka uu oofiyo siday tahay uga soo baxo ayaa adkaanays marka qofkii awoodo waxa fiican masaajidka rabbi dartii uga shaqeeyo adduunyadiisana siisa uga shaqeeyo suuqaysa adduunyada ka raasiyo sida fiican waa sidaas markeena nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiiskaas ku sii daray watukhidatil ghaynaat walmacaazif markaas waxaa dhacaysa buu yidhi in la samaysto islaamo heesa in dadku samaystaan iyo gurbaano in la garaacdo ayaa imaan doonta buu yidhi oo ficlan haddeertaanna waa la sameeyaa waxyaalahaas waxaaba lagu xayeysiiyaa meelahan oo bulshooyinku ay ku kulkulmaan oo dhanba balaayadaas ayaa lagu xayeysiinahayaa oo kor lagu qaadaaba wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam walacna aakhiru haadihi lummati awalaha markaas waxaa la gaari doonaa inuu lacino ummaddan aakhirkooda kuwa dambe inay ummaddii hore ay lacinaan waad aragteen hadda waxaa soo baxay kuwa saxaabadii nabiga lacinahaya calayhi salaatu wasalaam oo shiica ah ayaa soo baxeen oo qoranahaya weliba qaarkood ay gaareen sayid cumar iyo sayid abubakar inay yidhaahdaan sanamey qurayshi quraysh laba sanam oo ay lahayd ayay ahaan jireen niman baa hadda gaaray inay yidhaahdaan waxaasoo dhan oo balaayaha socota rag baa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay maaragtaa waxa weeye ku baadinimo xukminahayaan markaasay qaarkood waxay leeyihiin annaku maya ahlu beytka nebiga ayaan jecelnahay laakiin asxaabta been waan caayayna waa beenalayaal ahlu beytka nebiga ma jecla maxaa yeelay in maaragta ahlu beytka nebiga maba jeclaan karo nimaa nebiga saxaabadiisa jeclay xubuhum jannatu lmuxibi idaa lam tasxabanhu lisaxbihi lbaqdaa'u buu yidhi xubiga ahlu beytku waxa weeye jannatu lmuxibi qofka jecel jannadiisa weeye laakiin goorma idaa lam tasxabanhu lisaxbihi lbaqdaa waa inaada saxaabada nebiga u caraysnay saxaabada nebigana maba u caroon karo ilaa qof mumina qof mumini maba u caroon karo oo nebigeena calayhi salaatu wasalaam ansaaroo kale wuxuu ku sheegay laa yuxibuhum ilaa muminun walaa yubqiduhum ilaa munaafiqun aw ilaa kaafir asxaabta nimanka la yidhaahdo ansaar ma u caroodo ilaa qof oo munaafiqa maahna qof kale uma caroodo qof mumina qof aan ahaynna ma jeclaado marka arrintaasi way jirtaa xilligan waxaa kaloo jirta kuwo waxaa jira culimmadii islaamka oo dhan dacninahaya oo culimmadii islaamka oo diinta islaamka usoo halgantay oo diintan islaamka meel fiican soo gaarsiisay qaar baa waxay leeyihiin niman fiican ma ahayn oo saanay ahaayeenoo waxyaala hebel waxhebel bay samayn jireen rag ay suurtagaltay diinta islaamka inay ku nooleeyeen oo qaarkood usoo jihaadeen oo usoo dhinteen oo ilmahood u gooriyoodeen oo hantidooda ku bixin jireen culimmadeennii hadda soomaali haddaan nahay islaamka oo soomaaliyeeda hore waxay gaarsiisnaayeen in ay dadka diinta baraan hantidoodana siiyaan gabdhahoodana ugu daraan guryahoodana u gadaan saasay ahaayeen culimmadeenna saasay ahaan jireen oo lagu yaqaan laakiin haddeer waxaa yimid balaayo iska xaaliqataa haba timi raggii noocaas ahaana waa lagu baadinimo xukminahay wa ilal aanana culimmada noocaasoo rabbaaniyiinta ah way jiraan nin baa wuxuu yidhi waxaan tegay buu yidhi ee dhulkan masar ayaan wareegay buu yidhi meelahaas carabta ayaan marmaray buu yidhi marka rag culimmahan isla sheekaysano yidhi markaasaan waxaan ku iri buu yidhi waxaa dhulkayaga ka jira culimmo waxaa ka jirta buu yidhi culimmadeenna soomaalida kutubta dadka inta hoos uga soo bilaabaan ayay u dhammeeyaan oo maalan safiinay ka soo bilaabahayaan ilaa minhaaj bay u dhammaynahayaan iyo irshaad ajruumi bay ka soo bilaabahayaan ilaa alfiyatu ibni maalikin iyo muqnilabiib iyo shuduuru dahabi bay u akrinahayaan waxay ka soo bilaabahayaan kitaab walba xadiiska arbaciinu nawawi ilaa ay sunanka o dhan iyo axaadiista o dhan u akhriyaan marka wuxuu yidhi dhaqankayaga saa uga sheekeeyey ayuu wuxuu yidhi buu yidhi macnaha culimmadaas aan arkay waxay yidhahdeen haa ulaai aa culamaa urabbaaniyuun kuwaas waxa weeye culimmada rabbaaniyiinta la yidhaahda buu yidhi annaga waddamadeennana mar horeyba ka dabar go-een buu yidhi qof oo sidaas macnaha makduudaad iyo jaamacado iyo waxyaala caynkaas in lagu qaato maahna meelaha daraasadu ay ka jiraan way iska yaraadeen adduunka way ku yaraatay marka raggii noocaas ahaa oo baqiyadoodu qaar ay nalaba joogaan qaarna ay maaragtaa waxa weeye hadda ay nool yihiin oo waddamo kale wax ku akhriyaan qaarna ay hore u tageen ayaa nini wuxuu maanta leeyahay ahludalaal bay ahaayeen kanay ahaayeen kanay ahaayeen towxiidkan kor u qaadna xaggay noqoto waxaas oo kale walacna aakhiru haadihi lummati awalaha wey ummaddan markii uu lacino ninka qolada ugu dambeeya ay qoladii hore lacinaan wey marka waxaa la rabaa wuxuu yidhi laa takhud fii sabi saadaatin madow innahum laysuu biahlin lizalal hadabaalan fii sabi saadaatin madow dad akhyaara oo tageen caydood marna ha dhex gelin innahum laysuu biahlin lizalal waa maalan asxaabta nebiga oo kale kuwa maaragtaa wax ka sheegahaya ama culimmadii islaamka oo kale waa la iska ilaaliyaa waxaas duxuum alculamaa'i masmuum culimmada waxaa la yidhaha jirkoodu waa sumaysan yahay marka qofka haddii xataa dadka ahlu diinka ama ahlu cilmiga wax ka sheego
وحيابا لتجي واحد منها ليسوء الخاتمة أي أبو بدن تعينه قف كاسو كتكسر هذا أمرك ولا ليال فتنكو آخر الزمن كأدب أبو بدنهين أن كدكتور أنه أنا إسكا إلى علنه إلهي سبحانه وتعالى أنا ببغنه سيد النبي يقول أقدق عليه الصلاة والسلام أنا أقدكتور أنه وواحد تري النبي عليه الصلاة والسلام وحشي جاي قفك فتنة اللي قال فجاي إنه يه قفك قفك وناكسون اللي باني إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وأكعل عليه قفك اللي باني وقول يستي وقفك فتنوين كلا قف جاي وفتنوين كإلهي وكف جاي وحو مركها قصي الدري ولا من ابتلي عليها فصبر وحا كلاه كمذا بيردتك اللي باني قفك فتنوين كأنت له امتحاني هذنا كصبرين ووح أنت نباتوين يمحن كل دعائن كصبرين فواها لمن باشرها مرك هلاق يدباته وحي أسوق ناطي قفك فتنة دح قلاه ودح روبته وكدح شقية وكدح أردمت كاسيان بكل دعائن هذا أول ليال حل جام فتنة واسكبنا يال وح نسكت دقينا وعن رأن ربنا هنا اسكت دقنا بحال كان موبايل كله يراه ده أما جوال ك أفعربي قالوا جي قانو وحكم دي هاي فتنوين كي مصيبين كهذا تاعن ويقفك فتنة أو بعنا إلا دحدي سايق كسوغنتا وحكسي درن هذا وقتك كله معي قفك مؤمن ك وقتك سؤال نم أسق أيامنا هي وح خير ولا سوق اللي يا وأنا كذا وان كرتا وأنا كفر زن كرتا عشر كي واقود وان كرتا محاضرة دي واقود وان كرتا لكن إن ما أنتوا نم وقت يكون غض أحب برمامس كفر رصيد أحب ميل أتقشيد أو أمرك دم بأي بلاي وبلاي كوجيسو أو أفلام تي خلي عدا هيدي وح لمدة قفك وفر صلا أرين تاسو أرين فتنة وحرام قفكنا وقت جاي أقول لهم هاي وقت جنا قفك وحوي رأس مالك يسوي هذي وقت وكلمه هذي قدرنا هلا كود من ما أشيله مرك أسرع عن سك إلى علنه وفتنوين كي وح الله لوح اللي رح شون شري ورنا وادر كتير فتن كأنت ترى ذيك بطيء أي هذا ما أنت إسكتشوه نبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديث كله أدر وعن وقت هو ذحين أيوه كويري ستكون فتن على ثم على ثم تكون فتن وحير فتنوي بعهان دون وحد يعد دون فتنوي بهذا كعلي القاعد فيها خير من القائم فيها قف كنحفر ليه وحك خير بدنه ميت كنحتاجا والقائم فيها خير من الماشي قف ككل حس عضنا وحك خير بدنه ميت كنحتاجا ميت ككل حس عضنا وحك في عينه ميت كأساعي ليها أصعناها مركز سير النبي عليه الصلاة والسلام فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بها هذه فتنة سيسود دكتور نينكي قيل لها قيل سيهاد ومن كان له غنم فليلحق بها نينكي أرى لها أنا أرقي سيهاد ومن كانت له أرض فليلحق به فليزرع بأرضه فليلحق بأرضه نلقي سيهاد بيرتوهاها ليلة نينكي أرى معنا وعوي نلها أنا سيدة مركو النبي أقيبي أيا نسحابي وحوي يا رسول الله إذا لم تكن أرأيت إذا لم تكن له إبل ولا بقر ولا أرض بل رسولك إلهي وحكى ورنت أن كان جيل لهين وأن أري لهين وأن نل لهين نحن سمينا هيامي وهو النبي جوابي عليه الصلاة والسلام إن كان نوع عاصي وحو يروح سمينا يا يعمد إلى سيفه سيفته لهان جريبه قصدها يا فيدق على حد على حده بحجر مركز سيفته أفكي وحو كنت تشبين هيا وحو كنت تشبين هيا نقح يكون تشبين هيامي مركز ساس إلهي كعابد هيا سبحانه وتعالى سيفتي أنت إسكتش تبيه إسكاب بابيه أيه إلهي عابدها يا حديث قواسي دارا إنك أبي سعيد الخضر بأمرك وحش سؤالي وعن كرب سعد من أبو قاسم سؤالك إلهي هذا إنك أنت يسوع قاله وجرج يجوي ما هذا ويره هذا وكدله يا عيادة كورن بيه أحد نقطابي كن خير ابن آدم ابن آدم نبي آدم لبدي سؤالك خير كبرنا أهو أو قابيل إيه هابيل هابيل نق هابيل ولد دلي قابل نمارة تأكيد لي بنقص ما القائل إن بسطت إلي يدك اللي تقتلني هذا قعنت هذا يفيد سيدنا يدشيد أنا ولا بعض هذا قعنود مكوف في دنيا إذا إن شاء الله تعالى خد بدن الله آخرين دونا وحرب عينا أن تاسكو سوكوبه إلهي عبسيدي سنة أن كنت دالنا وحيالها سهلاقة وتشرنا أسكايل علينا فتن كآخر الزمن كان هذا الله إسكايل عليو آخر الزمن كم ما وقت سوا صعد عن كشيء كينا إنه ونرحتوجنا إن دهنا أنا وح بدن النبي جنور شجع أنكو أرجع عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.